كلمة لداعش النفي. بعد الهجوم البربري الإرهابي الوحشي من قبل الكفار المرتزقة من تنظيم داعش الفاسق على السويداء والقرى في ريفها الشمالي الشرقي. يا شيطان هذا الزمان ابرح ايها النذل واندمل، سئمنا الكفر فيك وقربنا راسك القمل. اللعنة على من اتى بك من غاصب ثمل، من حلل لك الذبح للاطفال والنساء الحوامل. نحن في بلاد الشام، نحن في بلاد الشام في الجولان والجليل والكرمل، صممنا قطع رأسك يا شيطان هذا الزمان كي يظهر الحق ويكتمل. شكرا.